Mesdames et messieurs, nous allons accueillir, comme il se doit, le président de la région, Monsieur Omar Mourou. Monsieur le président, à vous la parole, président de la région Tanger-Tétouan, Hossein Assed Raïs, Alf Chokr, Alf Marhaba, Choukran, les quatre Haboubina Indkom. Mesdames, messieurs, l'intervention sera en langue arabe. Si vous avez besoin de traduction, n'hésitez pas à prendre les outils de traduction qui sont à votre disposition. Ladies and gentlemen, if you need translation, please do not hesitate to ask for the headsets. شكراً بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فخامة الرئيس جمهورية ليبيريا الشقيقة الدكتور جورج ويا. سيد رئيس منتدى ميد دايز. سيد والي صاحب الجلالة على جهة طنجة تطوان الحسيمة. سيد عامل إقليم فحص الأنجرة. سيد رئيس الكونفدرالية العامة للمقاولات المغرب. أصحاب المعالي سيدات والسادة الوزراء، السادة الرؤساء، السادة النظراء، حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، إنه لشرف كبير لي أن أتناول الكلمة باسم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في افتتاح الدورة الرابعة عشر لمنتدى ميد دايز. واسمحوا لي أن أعبر عن شكري الخاص لمعهد أماديوس الذي حرص بانتظام على تنظيم هذا الملتقى العالمي الرفيع المستوى في مدينة ذات البحرين، مدينة طنجة، التي كانت عبر تاريخها الطويل ولا زالت أرضا خصبة لالتقاء الحضارات وفضاء رحبا للالتقاء والتبادل بين مختلف الثقافات الكونية. وأغتنم الفرصة بنفس المناسبة السعيدة لكي أرحب بضيوف ميد دايز وضيوفنا جميعاً بهذه الجهة وبهذه المدينة، سواء داخل الوطن أو من باقي دول العالم، وأتمنى لكم جميعاً مقاماً طيباً بيننا. أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، لقد عودنا منتدى ميد دايز والساهرين عليه منذ تأسيسه على اختيار مواضيع مهمة وذات راهنية ومصداقية، كما عودنا على طرح الإشكالات والأسئلة الكبرى التي تشغل باهتمام صناع القرار في الجنوب وبصفة خاصة القارة الإفريقية والعالم العربي، كما عودنا أيضاً على انتقاء شخصيات وخبراء وأكاديميين وفاعلين اقتصاديين وسياسيين واجتماعيين من الصنف الأول من بين النخب المتمكنة والمتخصصة في المواضيع المطروحة، والذين راكموا معارف عميقة وتجارب طويلة في مختلف المجالات. إن اختياركم اليوم لشعار من أزمات إلى أخرى نحو نظام جديد يعكس وعياً عميقاً بدقة المرحلة وبحجم الصدمات وبثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً كمسؤولين وكباحثين وكفاعلين اقتصاديين، من خلال الإرادة القوية والعمل المشترك على صناعة مستقبل أحسن. لقد علمنا التاريخ أن زمن الأزمات يزول وينقضي مهما طال الوقت، وأن الأزمات قد تفقدنا أشياء كثيرة، ولكن نفس التاريخ يوصينا بأن لا نفقد صوابنا وحكمتنا وبصيرتنا. كما علمنا الاقتصاديون كذلك وفي نفس الاتجاه بأن أحسن الأوقات للاستثمار هو زمن الأزمات والتحديات. فعلينا أن نكون متفائلين وأن نعمل من أجل مستقبل أفضل، تماماً كما أوصانا بذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأن نأخذ العبرة من إرادته وعزيمته وبصيرته. وقد لاحظتم كيف كانت مرحلة كوفيد 19 والأزمات الاقتصادية التي تلتها، وكذلك أزمة الجفاف وغيرها، فترات تحول كبير في توجهات البلد، سواء البشرية أو الصحية أو الطاقية أو البيئية. أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة،
إن التحديات التي تواجهها قارتنا الإفريقية ودول الجنوب عامة في سياق دولي بالغ التعقيد كما تعرفون، سواء بفعل الصراعات والتوترات أو الأزمات الاقتصادية أو التحولات الجيوستراتيجية أو بفعل التغيرات المناخية وما يرتبط بها من كوارث طبيعية ومآسي إنسانية، تفرض علينا اليوم قبل الغد التحلي بالشجاعة وبالإرادة القوية للقيام بالاستثمارات الذكية ونوعية في مستوى كل تلك التحديات حتى يكون لها الآثار الإيجابية التي نريدها على الأجيال القادمة، وذلك على امتداد خريطة البلدان والقارات. إننا كلنا أمل وكلنا ثقة في هذا المنتدى وفي الكفاءات التي ستتعاقب على منصاته وفي جودة أشغاله وفي دقة مخرجاته لاقتراح حلول عملية وعلمية قادرة على بلورة مشاريع مشتركة وعلى ابتكار مستقبل أحسن. واسمحوا لي أصحاب المعالي حضرة السيدات والسادة أن أغتنم هذه الفرصة أو هذه المناسبة للتأكيد على إحدى أخطر الأزمات التي يواجهها جزء كبير من مجتمعات قارتنا الإفريقية، وأقصد أزمة ندرة الماء. كل التقارير تجمع اليوم بأن بلداننا مقبلة على أزمات حادة في هذه المادة الحيوية بسبب الانعكاسات التغيرات المناخية من جهة، وبفعل الاستنزاف العشوائي المفرط لها من جهة أخرى. أزمة الماء قد تزيد أزمة الغذاء وقعا في معظم الدول الإفريقية إن لم نعمل جميعا كخبراء واقتصاديين وسياسيين ومجتمع مدني على البحث عن حلول جديدة ومبتكرة قابلة للتنفيذ حسب الإمكانيات المتوفرة لإيجاد بدائل مستدامة قادرة على الحفاظ على الثروات المائية والضمان التزود بها وترشيد استعمالها. لقد رأيتم كيف جعل بلدنا وحكومته تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من هذه المادة الحيوية أولوية قصوى في السياسات العمومية للسنوات المقبلة، نظراً لارتباطها الكبير بالأمن الغذائي وبالنمو وبالتنمية والرفاهية المجتمعية وبالتقليص الفوارق المجالية وبترشيد الطاقة. فعلينا أن نتعبأ ونساهم جميعاً في تشجيع هذا الورش الكبير والعمل على إنجاحه وتقاسمه مع دول ومجتمعات التي تجمعنا بها نفس الأهداف والأمال في مستقبل مزدهر ومتضامن ومتعاون. ختاماً، أتمنى لهذا المنتدى المتميز النجاح ليحقق أهدافه ويستجيب لتطلعات الجنوب لما فيه خير لإفريقيا ولشعوبها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً سيد رئيس.